اهلا يا جودي، مرحب. ايه فيه ايه؟ مالك؟ ابوك قال لو ما نزلتش المندره وبص ايديه ورجليه هيموتك. هيموتني؟ طب خليه يموتني. وحيل فطار مرعي ما هياخده من حد غيرك. اللي عاوزه يعمله يعمله. خلي بالك من روحك يا ولد ابوي. وقال لك ميت الكلام دي امبارح في الليل، بس المشكله في المكفي مناع. ماله مناع؟ قال مستعد انه يكتفك ويضربك لو لمحك هوبت ناحيه المنظره. ومناع يقول كده ليه؟ لما ابوك قال له يا مناع لو ولدي طلع عن طوعي هتعمل ايه؟ قال له كتفه يا حاج وامسكه واقول له وطي على رجلين ابوك بوسها ويده قدام كل عماله واكسر مناخيره. هو فيه بعد الابو؟ ايه؟ حتى ابوك قال له تقدر تكتفه يا مناع؟ ده كان يموتك. قال له ولا يقدر يموت فروجك، والطبنجه اللي في جيبه دي في شنج احطها له في عينه. مناع هو ابوك ضحك وقال له اتفقنا يا مناع. مناع خد ما بقول لك. خير يا جود امير؟ دلوقتي اسمع الحديث زياد، خير لو جرب من ابوه هتبقى فيه مشكله كبيره. ايه مشكله ايه يعني؟ خير شاي من ابوه وناوي على الشر، وانت عارفه نار وحاميه. يعني ايه هيفتح في ابوه؟ يا عم مناع افهم الموضوع، الموضوع كبير وانت ما يرضيكش ولاد الحاج محمد يقعوا مع ابوهم. لا يا ابوي ولا يرضي حد. يعني دلوقتي لو دخل على ابوه المنظر وزعج ولا شتم ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى نعمله ايه؟ ما ندخلهوش المنظره ونمنع الشر من على الباب. تمسك انت وانا معاك باي طريقه ونصلحوهم على بعض. ماشي يا ابوي، بس مين يعني يقدر على اخوك خيري؟ اسمع الكلام، احنا نمسكوه ونقول له عيب حب على يد ابوك وعلى رجله، وتفضل ماسك فيه لحد قلبه ما يحن ونصالحهم على بعض. ماشي يا ابوي، بس خليك جاري يا ابو العم. عيب يا عم مناع، احنا عايزين نطفوها ولا نولعوها؟ خير الدب خالص. ايه في ايه؟ هتكلم روحك؟ اكلم روحي يا بوي احسن ما اتكلم وحد يسمعني. خلص يا جوده وقول، ما بحبش لت وعجن الحريم. الطبنجه في يده على طول وكل شويه هيقول لازم اخد حقي لازم اخد حقي. ياخد حقه من مين؟ ما هو ده السؤال اللي انا سالته له. وليه سالته؟ ما انتوا خلاص دكتوا لحم بعض. انا اتهنت، انا اتهنت، مفيش على لسانه غير الكلمه دي، اتهنت ولازم اخد حقي. عاوز ياخد حقه مننا؟ عاوز يموت ابوه؟ بعد الشر عليك يا بوي، ده كلام اتباب وبكره يهدى. لا ما يهداش، انا عايزه يجي يموتني يا جوده. يا بوي ده مخ شيطان وعقل عيال، معقوله يعني هيرفع السلاح على ابوه؟ قلت لك مش هتخش. انت هتمنعني يا مناع؟ واكتفك، خش حب على ايد ابوك ورجله. طيب وريني هتكتفني كيف؟ حتى لو موتني مش هتخش. ايه ايه في ايه يا خير؟ بعد يا بوي خش جوه دلوقتي، ده ناوي على الشر. رافع سلاحك في وش مين؟ خير عيب ابوك. اللي عاوز يموتني ما يبقاش ابوك. تعال تعال يا خير موت ابوك. انت اللي عاوز تموتني مش انا. صلى على النبي يا بوي وتخلي مناع يكتفني ويحطني تحت رجلك. هنت عليك يا حاج. مين اللي قالك كده؟ بعد يا بوي السلاح في يده. اخرج انت. مين اللي قالك انها موته؟ انت اللي عاوز كده. ضربتني وحملت لي دم مرعك ودلوقتي جاي تاخد طارق مننا. اديني قدامك اهو يا ابو اللي قدامي رافع سلاحه في وشي. ده مش في وشك انت، ده في وش اللي يمنعني اني اخش لابوي. يا ابوي انا خدامكم. وخدامنا يكتفني ويكسر مناخيري ويحطني تحت رجلين ابوي. مين اللي قال كده؟ استهدى بالله يا ابوي، صلى على النبي يا خيري، عيب كده. كنت عليك يا ابوي، هنت عليه؟
أكتر واحد في الدنيا هيحبك. خيري خيري، روح أهدي يا بوي. شو ده؟ نعم يا بوي. هتهدي مين؟ خيري. خيري؟ ومين اللي خلاه كده أصلا؟ الشيطان والغل. الشيطان يقدر يعمل ايه في غل البني ادم؟ ها؟ هروح واجي. وقف مكانك. الشيطان استعيذ منه يتخزي ويصغر ويطير من وشي. لكن انت هعمل فيك ايه؟ انا مالي؟ انت تسيب اللي يقف في وشك وتمسك في رقبة الغلبان؟ غلبان؟ قريب يا جود. كمان بص في عيني. دلوقتي بس عرفتي مين اكسى قلب في ولادي. انت ظالمني يا بوي. مش قادر ابص في الضلمه اللي جوا قلبك. أنا مالي؟ أنت عاوز مين فينا يموت التاني يا جودة؟ ليه يا بوي؟ كنت عاوز مين فينا يقتل التاني؟ بعد الشر. الشر قدامه لابس صورة ولدي. كنت عاوزني أقتل أخوك ولا عاوز أخوك يقتلني؟ ولا عاوزنا نقتلوا بعض؟ أنا عايز أمشي. هتمشي من البيت ومش هترجع تاني ابدا. ايه؟ تاخد مرتك وعيالك وتغور. صار عدوك وانت مسلمها لله. اهو اللي ليك صار عدوك وانت مسلمها لله. ما عرفت غير بس توك سكة حلاوة الله، سكة حلاوة الله. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي.